السلام عليكم كبير ديالي الزوينين الغزالين، كيف ما وعدتكم هذه منطقة جديدة وديما في بلادنا الحبيبة المغرب. نحن حاليا دابا كاينين في منطقة الجبهة الزوينة الغزالة بالناس ديالها بالطبيعة ديالها بالاستقبال بالاحترام، وديما في بلاصة الحشمة الناس اللي كيحشموا لي ديما الحشمة الحشمة الحشمة. وتحية لهم، تحياتي للناس ديال الجبهة بالاستقبال ديالهم التعامل ديالهم الزوين. بقاو معايا ما تمشيو فين، حنا راحنا داخلين لداخل. حنا باقيين في منطقة ديال الجبهة حاليا، دابا حنا كنتواجدو في هاد البلاصة هادي اللي كتسمى مارستار اللي هي واحد البلاصة اللي كيجيو ليها الناس كتاخد فلوكة بحال هادي وكيدخلوك حتى لهنايا كتعوم تاخد راحتك. أكيد كتاخد النمرة ديال السيد اللي جابك باش الوقيتة اللي كتكون راجع بسرعة يرجع ليك باش يعاود يرجع ثاني للمرسى، لأنه هنايا ما كاينش عندك من غادي تدوز إلا إلا دخلتي بالفلوكة بحال هكا. كيف ما كتشوفوا منطقة راه زوينة، جيو لها نتوما والعائلة وليداتكم ودوزو نهار زوين بزاف. وكيف ما ديما بقاو معايا ما تمشيو فين، غادي لبلاصة أخرى ومرسى أخرى في نفس البلاصة اللي هي الجبهة. دابا كنتواجدو في البلاج الثاني اللي هما كيسميو هنايا بلايا مونيكا، كيسميو عاوتاني بلايا مونيكا واحد. بقاو معانا ما تمشيو فين، حنا في بلايا مونيكا واحد باقيين غادي نمشيو لبلايا اخرى. هاي ديما مرحبا بكم في منطقة الجبهة في المغرب. منطقة الجبهة اللي حاليا كنتواجدو مغارة، هاد المغارة كيسميوها مغارة عبد الكريم الخطابي، يعني عبد الكريم الخطابي في أيامات الحرب، يعني فاش كانت الحرب وكان في أيامات الاستعمار هنا فين كان كيجي كيتخبى وكانوا كيقلبوا عليه ما كيلقاوش. وسي عبد الكريم الخطابي الله يرحمه بهذا النهار هنا فين كان كيجي كيتخبى في أيامات الاستعمار. المغارة راه هي فيها 17 متر، هنا للأسف حاليا البحر راه طالع يعني ما يمكنش ندخلوا لداخل، ونتمنوا ان شاء الله غادي نعاودوا نرجعوا ونلقاو البحر يكون هابط. الو هذه هي المغارة اللي فيها 17 متر للداخل. كيف ما قلت لكم راه كتسمى مغارة عبد الكريم الخطابي. واو نحاول نقرب على التليفون. صراحة غزال المنظر هنايا، زوين بزاف بزاف بزاف. وكنشكرو الأخ اللي جا معانا عشان باش نبدا نشوفو. شكرا خويا بزاف بزاف. منعم ياك عقلت عليها الأخ منعم اللي جا معانا، كنشكرو بزاف بزاف بزاف. وبقاو معانا ما تمشيو فين، حنا رحنا غاديين لبلاصة أخرى. باقي ما سالينا
الرواد كيف ما كتشوفوا راه مزال ما شاء الله. كنتمنى باش تشوفوا وليداتكم هنايا هاد الشاطئ اكبر منهم كان حاليا. جينا في شهر 11 يعني الاخر تاع شهر 11 والاول ديال شهر 12 والمنطقه راها خاويه اي اما، ولكن الا جيتو في في الصيف اكيد ما غاديش تلقاو بلاصه فين غتجلسوا الا ريزيرفيتو او لا عندكم يعني الناس اللي انا غنخلي لكم بعدا العنوان ديال الدراري هنايا غتواصلوا معاهم وغادي يوجدوا لكم بلاصه لا من ناحيه الفلوكة ولا من ناحيه المناظر ولا البلاصه اللي غتجيو تكونوا فيها، سواء تختاروا اما مونيكا واحد ولا مونيكا جوج كيف ما قلت لكم او لا هنايا اللي هو الحواض شاطئ الحواض اللي هو رائع. يا سلام كيف ما كتشوفوا راه المنطقه كاين البحر وكاين الجبال وكاين كل شيء وديما مغرب. كنقول لكم مرحبا بكم، اللي غادي يجي يجي يسول في الاخ منعم ديما هيرمانوس. الاخ منعم راني غنخلي لكم نيميرو التليفون ديالو تحت من هذا الفيديو. اخ منعم قول لهم نمره التليفون 06 31 186 65 06 31 186 65. وديما مرحبا بكم في منطقه الجبهه وديما مع منعم.